حزب الشعب يريد مكافحة الإسلاموية واللاجئين وتصعيب الجنسية. حزب الحرية يريد منح المساعدات الاجتماعية للنمساويين فقط. المخابرات تؤكد أن المشتبه به في عملية تايلور سويفت كان تحت المراقبة. وزير الداخلية يرفض مراجعة عمل المخابرات بعد استعادتها سمعتها الدولية. وزوجة شرطي ملكة جمال النمسا تقنق بناتها بوسادة ثم تنتحر. وأخيراً ديوان المحاسبة ينتقد برامج رعاية اللاجئين أصحاب الحماية الثانوية. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة، عرض المستشار النمساوي كارني هاما خطته الانتخابية حول أمن النمسا، والتي تركز على مكافحة الإسلام السياسي وتعزيز إجراءات اللجوء. وتتضمن الخطة إنشاء مراكز لجوء في دول ثالثة وتجديد قيود الحركة على طالب اللجوء، مع إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية مثل سوريا وأفغانستان. وأكد نهاما على تعزيز دور الاستخبارات في مكافحة الإرهاب وحظر جماعات الإسلام السياسي وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما، مع تزويد الشرطة بمزيد من الصلاحيات والمعدات، إضافة إلى فرض معايير أكثر صرامة للحصول على الجنسية النمساوية وزيادة ميزانية الدفاع. أعرب رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل عن رفضه لمراقبة تطبيقات الرسائل، واصفا إياها بالخطيرة، وأكد على ضرورة وقف الهجرة بشكل كامل لمنع دخول الإسلاميين إلى النمسا. وانتقد كيكل بشدة الأحزاب الحاكمة وخاصة حزب الشعب وحزب الخضر، كما وجه انتقادات للحزب الاشتراكي، وذلك في لقاء تلفزيوني قبيل الانتخابات، ودعا إلى إصدار قانون لمكافحة الإسلام السياسي مشابه لقانون حظر النازية، يمكن السلطات من إغلاق المساجد، كما طلب بتقليص المساعدات الاجتماعية للمهاجرين ومنحها فقط للمواطنين النمساويين، ورفض فرض أي ضرائب جديدة وتحرير الاقتصاد من البيروقراطية. أعلنت المخابرات النمساوية على أنها كانت تراقب الشاب الذي تم اعتقاله بشبهة الانتماء لتنظيم داعش وتخطيطه لهجوم إرهابي على حفلات تايلور سويفت في فيينا منذ 2 أغسطس، بعد تلقي معلومات استخباراتية حول نواياه لتنفيذ هجوم على حفلات المغنية الأمريكية في ملعب إرنست هابل. وأشارت التقارير إلى أن المشتبه به بمساعدة شاب آخر يبلغ من العمر 17 عاما حاول الحصول على أسلحة نارية أو تنفيذ الهجوم باستخدام سكاكين، وبعد مراقبة منزل المشتبه به تم اعتقاله في 7 أغسطس، حيث عثرت الشرطة على مواد متفجرة وتم تدميرها في الموقع، الأمر الذي انتقده محامي المتهم حول أسباب تدمير الأدلة أن هذا مخالف للعرف القانوني. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر رفضه تشكيل لجنة لتقييم أداء جهاز حماية الدولة في قضية محاولة الهجوم على حفل تايلور سويفت في فيينا، رغم دعوة المجلس الوطني الأمني. وأكد كارنر أنه لا يريد تسييس الجهاز وأعماله، مشيرا إلى استعادة سمعته الدولية. وأشارت رئيسة لجنة المراقبة إنجور زيرباس إلى أن اللجنة لن تتحرك حاليا لعدم وجود سبب كاف. في المقابل انتقدت الأحزاب الأخرى تصرفات حزب الشعب، ورفضت مقترحا لتمكين أجهزة المخابرات من مراقبة الرسائل الفورية حفاظا على الحقوق والحريات الأساسية. أكدت التحقيقات أن الفتاتين ذات 85 سنوات تم خنقهم بواسطة وسادة في غرفة نومهن في منطقة تولن بالنمسا السفلى، فيما وجدت الأم مقتولة أيضا بطلق ناري وكان المسدس بجانبها.
وأكدت التحقيقات أن الأب وهو ضابط شرطة كان يعيش منفصلا عن الأسرة، هو من وجد الجثث، وكانت الأم مسعفة تبلغ من العمر 30 عاما. كانت قد انتخبت كملكة جمال قبل 9 سنوات، ولا تزال الدوافع غير واضحة والتحقيقات جارية في جميع الاتجاهات. وأشار المسؤولون إلى أن الأم لم تظهر عليها علامات مرض نفسي، مما يزيد من غموض الحادثة. أشار ديوان المحاسبة النمساوي إلى وجود نقاط ضعف مستمرة في نظام رعاية اللاجئين رغم بعض التحسينات. وأوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لحلول أفضل للأشخاص الحاصلين على حماية مؤقتة، وانتقد غياب التنسيق بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة تدفق اللاجئين، كما أشار إلى أن نظام المعلومات الحالي قديم وغير كاف. وشدد التقرير على ضرورة وضع إطار عمل مناسب للأفراد خارج نظام الرعاية الأساسي مع توفير وصول حر إلى سوق العمل. وانتقد التقرير عقود المساكن المكلفة، ودعا إلى تعاون حكومي فعال لحل المشكلة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.